لا، بيبدأ الأمر لما تقوم مطلق شركة بجمع الأموال من مصادر متنوعة. يعني بما أنه ذكرت بوينغ أنه 25 مليار حيكون من خلال إصدار أسهم وسندات و10 مليار من خلال القروض، هذا بيعطي دلالة إيجابية بما أنه الشركة راح يصير في عندها مرونة مالية أكثر، وراح تقدر من خلالها أنه يعني تتنوع المخاطر بما انه هي عم تنوع مصادر التمويل، بالاضافه انه بمكنها من المرونه الماليه او بيصير في عندها سيوله نقديه اكثر، تقدر من خلالها بوينغ انه تغطي الالتزامات الماليه بالفتره القريبه، بالاضافه الى الاستثمارات اللي على المستوى الطويل او المدى الطويل، وخصوصا انه بوينغ قالت انه جزء كبير من هذه الاموال تعتزم انه تحصل فيها او تشتري فيها سبلاير اللي هو سبيريت ايرو سيستمز. يعني في جزء من هذه الاموال راح يكون استثمارات باصول وتوسيع ايضا المشاريع بالمستقبل. ولكن من جهه ثانيه يعني ما فينا نقرا خطوه جمع 35 مليار دولار بمعزل عن التحديات اللي واجهتها شركه بوينغ من 2018 ل 2019 من لما ابتدت الكوارث الجوية وعلامات الاستفهام على مواضيع سلامة طائراتها البوينغ 737 ماكس وغير برامج من الطائرات. يعني الشركة واجهت قضايا ودعاوى جنائية، غرامات مالية، وصلت لوضع سقف على وقيود على الإنتاج من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وهلأ عم تواجه إضرابات مع العمال، تسريح 10% من العمالة. هذا المشهد هو مشهد يعني قاتم وأسود، إذا فينا نقول إذا المستثمر عم يقرأ هذه التحديات اللي عم تواجهها الشركة، وأهم موضوع تسريح الموظفين بحوالي 10% منهم، وكمان وضع حد على الإنتاج. لماذا؟ لأنه هذا الشيء ما حيسمح لبوينغ أنه تقدر تزيد من الإيرادات تبعولها. يعني لما يصير في تقليص للإيرادات بالفترة المقبلة، هذا راح يأثر حكما على التصنيف الائتماني للشركة اللي هو هلأ حاليا تريبل بي ماينس، يعني مستوى ما قبل جونك بونز، وهذا ما بيسمح للشركة أيضا أنه تقوم بجولات تمويلية بالمستوى يعني بالفترة المقبلة. بيأثر كمان على ثقة المستثمرين، طرح أسهم جديدة وبيع أسهم جديدة بيؤدي إلى انخفاض قيمة السهم. وذكرت حضرتك بتقرير أنه سهم بوينغ يير تو ديت تراجع أكثر بحوالي 40 41%. هذه كلها مؤشرات سلبية ما في المستثمر يغض النظر عنها. دكتور، أكيد هي متشعبة، بس خلينا نتوقف عن بعض النقاط. موضوع الإضراب، يعني اليوم مؤخرا كان في الكثير من الحديث أنه عندها مشكلة نقد بوينغ، ومن هنا تأتي أهمية هذه الخطوة الآن بجمع التمويل. ما هي التحديات التي يفرضها عليها الإضراب العمالي، والذي يبدو أنه اليوم يتجه نحو تسريح العمالة كما ذكرتي، بس هذا لا ينهي، يعني لا ينهي عملية الإضراب المستمرة بالتأثير السلبي على الشركة. فما أهمية هذه القصة وما تأثيراتها موضوع الإضراب العمالي؟ إضراب العمال بيأثر بشكل مباشر على الإنتاج وعلى قدرة بوينغ إنه تقدر تلبي طلبات الإنتاج وجدول الإنتاج، لأنه شركات الطيران يعني واضعة مثل عقود مع بوينغ لتستلم طائراتها بفترات معينة ومحددة. وهذه الشركات كمان عم تربط مشاريعها وخططها التوسيعية بأوقات استلام الطائرات، فهي سلسلة يعني معقدة ومتشابكة. وأكيد الإضراب بيأثر على إنتاج الطائرات وعلى الكاباسيتي وقدرة الإنتاج، وهذا بيؤدي إلى تأخير بتسليم الطائرات، بيؤدي بكثير من الأحيان إلى إعادة النظر بهذه العقود، يعني حكما تأثير على الإيرادات، لأنه في عدد كبير من شركات الطيران قامت بإلغاء هذه العقود أو ربما تأجيلها لحد ما أنه يبين نوع من الوضوح في سلاسل الإمداد وحتى في الإنتاج، جداول الإنتاج لشركة بوينغ.
دكتور، اليوم المشاكل بدأت بمشاكل سلامة، تبين أنه في اختلال بإجراءات السلامة داخل الشركة، جزء منها هو الأوتسورسينج من سبيريت ايرو سيستمز اللي هي كانت جزء من بوينغ سابقا وانفصلت وحدة وصارت سبلاير، والآن تنوي بوينغ إعادة استيعابها أو شرائها لتستطيع أن تتحكم بمعايير السلامة بالإنتاج من ضمنها. هذا أيضا أدى إلى تغييرات إدارية ببوينغ. إذا أردنا أن نوسع الصورة وننظر إلى الصورة شاملة بغض النظر عن موضوع الإضراب العمالي اليوم، هل كانت أصلا على الطريق الصحيح مع التغيير الإداري والذهاب نحو يعني الاستحواذ على سبيريت ايرو سيستمز؟ هل برأيك هذا يضع بوينغ على الطريق الصحيح لأن تكون على خطى مستدامة من بعد سلسلة المشاكل المعنية بالسلامة العامة؟ صحيح، هذه الخطوة إذا منظر لها على المدى البعيد لها كثير تداعيات إيجابية، وهي إيجابية من ناحية أنه الشركة تستثمر في الأصول وعم توسع السبلاي، يعني عم تعمل مثل باكورد انتجريشن وعم تشتري تصير السبلاير وتستحوذ عليه، وخصوصا أنه سبيريت ايرو سيستمز كمان هي بتصنع بعض المكونات والقطع لشركة إيرباص لطائرات إيرباص، بس يعني الخلل ليس في سبيريت ايرو سيستمز فيما يتعلق بحوادث السلامه اللي صارت ب 737 و 777. فهيدي خطوه ايجابيه، بس يعني ممكن انه على المستوى البعيد انه يكون لها تاثير، وخصوصا انه الابحاث يعني التدقيق والانفستيجيشنز اللي صارت مؤخرا اشارت انه الى نقص او خلل بالجوفرنس سيستم. كانت الشركة على مدى سنوات يعني آخر 20 سنة الماضية عم تقوم بالاعتماد أكثر على التركيز التجاري، يعني هي عم تحاول أنه دايماً تركز على الميزانية الصحية وزيادة في المردود للمستثمرين، وما كانت عم تركز على جانب الانجينيرينج وعلى جانب يعني الانتاج وسلامة الانتاج وتعزيز السلامة والجودة. فهيدي خطوة إيجابية لأنه رح تعزز السلامة والجودة، رح تسمح لبوينغ على المدى الطويل كمان أنه نوع ما تعمل كوست إفيشنسيز، بما أنه هي بتملك السبلاير اللي عم يورد لها القطع الأساسية.